عروس الصعيد محافظة المنيا شهدت افتتاح مكتبي بريد مغاغة التاريخي ومطاي الرئيسي بعد تطويرهما وتزويدهما بأحدث الأنظمة الحديثة. لدينا استراتيجية لتطوير مكاتب البريد في كل محافظات الجمهورية. في المنيا لدينا حوالي 220 مكتب بريد بين مكاتب ثابتة ومكاتب متنقلة وخفيفة. الحمد لله انتهينا من تطوير حوالي 175 منها، والباقي إن شاء الله في الخطة في القريب العاجل. كل مكاتب المرحلة الأولى من حياة كريمة جرى تطويرها بالكامل. حين نقول تطوير لا نقصد فقط تطوير شكلي لكي يكون المكتب لائقا باستقبال أهلنا من أهل المنيا، وإنما أيضا يشمل تطوير في أسلوب تقديم الخدمة من حيث الميكنة وحوكمة الخدمات، ومن ثم تسهيل تقديمها لأهلنا من أهل المنيا. هذا الافتتاح جاء خلال زيارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت برفقة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد. الأهالي مستفيدة، وانت احنا موجودين دلوقتي اهو في مكتب بريد مطاي اللي لسه متحدث وبيفتتحوا معالي الوزير. احنا عندنا مكاتب بريد كلها اتطورت على مستوى المحافظة، تمام، وفي عندنا انترنت فائق السرعة في كافة قرى حياة كريمة 192 قرية، وبالإضافة لأبراج المحمول المنتشرة على أرجاء المحافظة كلها. ففي تقدم في قطاع الاتصالات وفي تطوير في قطاع الاتصالات في المنيا لم تشهده من قبل. ويأتي افتتاح مكتبي البريد في إطار خطة الدولة للاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال مكاتب البريد، فضلاً عن تحقيق مستهدفات استحداث خدمات بريدية تلبي احتياجات كافة شرائح المجتمع. البريد المصري متواجد في جميع محافظات مصر بعدد يفوق 4300 مكتب، وطبعاً محافظة المنيا بتفوق 220 مكتب بين سيارات متنقلة ومكاتب خفيفة سيارات متطورة. المكاتب أيضاً منها حياة كريمة، نجحنا في تطوير كافة مكاتب حياة كريمة بالكامل. النهاردة بافتتاح مكتب مطاي ومغاغة بنصل إلى حوالي 95% من تطوير كافة المكاتب. التطوير مستمر زي ما قال معالي الوزير، التطوير مش في الشكل فقط ولكن في تقنية العمل، في أسلوب العمل، تدريب الموظفين، كيفية الاستقبال. أعتقد أن البريد المصري النهاردة قادر أن يخدم أهالينا في الصعيد وفي المنيا.